أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. عزاء لمولانا بقية الله في أرضه أرواحنا لمقدمه الفداء بذكرى شهادة الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه الثانية بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مسلوب العمامة والرداء، سيدي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما وإن قعدا. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء، وجعلنا الله تعالى وإياكم من السائرين على نهج محمد وآل محمد، وأن يرزقنا زيارة الإمام الحسن في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأن يفرج عن إخواننا بفرج مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. طريق الحق دائما تجد هنالك معاناة لهذا الطريق، تشوف أعداء طريق الحق لا يستهان فيهم بعدادهم، أعداد كثيرة دائما تكون واقفة في وجه الحق وتعادي الحق بكل الصور. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أبا الحسن، قال: الحق لم يبقى لي من صديق، وفي رواية أخرى: لم يبقي لي من صاحب. تشوف أنت أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف عانى أشد المعاناة من المجتمع في زمانه. تشوف يعني مثلا
الكثير كان حتى عندما يأمر علي بن أبي طالب بشيء تشوف العكس دائما يعملون العكس، حتى قال عليه السلام لقد ملأتم قلبي قيحا. هكذا لماذا قالها أمير المؤمنين؟ ولماذا ذكرها علي عليه السلام؟ لأن المجتمع كلما يريد شيء ويأمر بشيء ويطلب بشيء ماذا؟ تشوف دائما الأعذار والتبريرات موجودة. فلذلك علي بن أبي طالب قال لقد ملأتم قلبي قيحا. فعلي بن أبي طالب الأمة اللي وصلت هكذا ابتليت بمرض الشك في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأمة بقت الشك بعلي بن أبي طالب، كيف تشك بعلي ولماذا هذا الشك بأمير المؤمنين؟ قالوا إن القتال الدائر بين علي ومعاوية هذا القتال ليس من أجل الإسلام ومبادئ الإسلام، وبالمقابل معاوية الذي كان يمثل الفساد والانحراف. هكذا قالوا إن القتال بين علي ومعاوية هو قتال من أجل المناصب، هكذا من أجل كل منهم يريد السلطة، يريد أن يتربع على كرسي الحكم. وتشوف أنت قضايا كثيرة حدثت في زمان أمير المؤمنين، مثلا الخوارج كيف خرجوا على علي ورفعوا تلك الشعارات، وكيف انحرفوا عن مسار علي عليه السلام، وكيف نصبوا العداء والبغض على أمير المؤمنين بأبي وأمي، حتى جاء الدور إلى الإمام الصبط الحسن سلام الله عليه. ونحن الليلة نعيش في ذكرى إمامنا وشفيع ذنوبنا الحسن سلام الله تعالى عليه، فنرى إن الإمام الحسن عانى أشد المعاناة، تنبه لزين، عانى أشد المعاناة من أمرين، من نهجين، عانى من المجتمع الجاهل في زمانه سلام الله عليه، وعانى من المجتمع الأموي والنهج الأموي، ذول اثنين عانى منهم الإمام الحسن عليه السلام، حتى أخذ الداخل على الحسن والذي يريد أن يسلم على الحسن ماذا يقول إليه؟ السلام عليك يا مذلل، الشيعة يخاطبون الإمام. لماذا؟ احنا هاي فد مشكلة نعاني من عدها، كل واحد يريد هو الذي يحدد المصلحة، كل واحد يشوف نفسه هو القائد، هو اللي حددها للمصلحة. لا، انا اعتقدت مثلا بالحسن، اعتقدت بأهل البيت، فاللي يقوله اخذ بي، ليش؟ لان هو الذي يحدد المصلحة، هو يرى المصلحة وين تصير المصلحة ويمشي بها. فشوف الإمام سلام الله عليه كيف عانى من هذا المجتمع في زمانه، حتى إنه عليه السلام تعرض إلى عمليات اغتيال وهو وين؟ في صلاته، في محراب الصلاة. طعن الإمام عليه السلام في خنجر، وضرب الإمام، تم رميه بالسهم، وأيضا كان في الصلاة، لكنه عليه السلام لم يتأثر بذلك السهم لأنه كان يرتدي الدرع. فنشوف مأساة الإمام سلام الله عليه، ونشوف كيف إن الإمام بدأ العداء ضد نهجه وضد طريقه، وكيف إن الجهال أخذوا هم الذين يحددون المصلحة وهم الذين يريدون المصلحة، وكأنما الإمام تابعا لمن؟ إليهم. الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يوم من الأيام يمشي وإذا براع يرعي الغنم، إيش قال الإمام؟
قال: لو كان عند جدي الحسن بعدد رؤوس هذين الغنيمات لقام في السيف. يقول: حسبناهن وإذا بهن. إيش قد العدد؟ 17 راس غنم. يعني ما توفر العدد اللي موجود عند الإمام سلام الله عليه. لذلك الإمام لو دخل إلى المعركة وقاتل الإمام النهج الأموي بالسيف معاوية بن أبي سفيان، ونزل يعارك الإمام بالحرب وقتل الإمام، لأصبحت الثورة ليس لها أي داعي. لماذا؟ لأن القضية محسومة ومعروفة. قادة الجيش عند الإمام كان ولاءهم لمن؟ للدولة الأموية. كانت بينهم مكاتبات، يكاتبون معاوية. لذلك معاوية اشترى الذمم بمن؟ اشتراها بالأموال. زاد الأموال والعطايا إلى جنده وإلى جيشه. إذا هو قائد الجيش اللي مخليه الإمام الحسن ينهزم، يترك الجيش، يترك الإمام، يترك نهج الإمامة، ويتوجه لمن يتوجه؟ يذهب إلى معاوية بن أبي سفيان. لذلك لو قاتل الإمام سلام الله عليه، لو نزل الإمام إلى ساحة المعركة إلى القتال، طبعا ما عندهم مانع يسلمون الإمام الحسن لمن؟ أسيرا إلى معاوية بن أبي سفيان. لذلك الإمام اضطر إلى الصلح، إجا إلى الصلح، إلى بنود الصلح. حتى الإمام ترى من بان من ثبت قواعد الصلح وكتبوا بنود الصلح، طبعا معاوية ما أخذ بهن. معاوية لم يأخذ بأي بند من بنود الصلح، ما أخذ بمعاوية. الإمام سلام الله عليه بقى متمسكا بهذه النقاط وهذه البنود التي وضعت، لكن بالمقابل معاوية لم يلتزم بها ولم يأخذ بها. وأتذكر ليلة 18 من محرم قرأنا في هذا المكان وتكلمنا عن بند من بنود الصلح، قلنا إن البند الذي كان موجود مثلا واحد من البنود أن لا يوصي معاوية لأحد أن يقوم مقامه. تكلمنا عن هذا الجانب ولو الشيء القليل. فلذلك إنه عليه السلام عانى أشد المعاناة. لماذا عانى الإمام سلام الله عليه؟ عانى من الجهال، وعانى من الذين كانوا يرون أنفسهم هم القادة في الجيش الإسلامي للإمام الحسن عليه السلام. فهي واحدة من المعاناة اللي موجودة. معاوية بن أبي سفيان هذا القائد الأموي، الخليفة الأموي، الرمز الأموي عند النواصب، عند مبغضي علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن تيمية الذي يجعله رابع الخلفاء، رابع قائد في العالم الإسلامي، ابن تيمية الذي يأخذ فضائل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ويأتي بها إلى معاوية بن أبي سفيان. كل فضائل علي يأخذها، وهذا طبعا من المرض عند قلب الإنسان. تشوف هاي الأحقاد اللي موجودة والبغض اللي موجود على علي بن أبي طالب عليه السلام، ولذلك يأخذ فضائل علي بن أبي طالب، يأخذ فضائل أشرف الخلق وسيد الخلق وإمام الخلق بعد المصطفى صلى الله عليه وآله، ويأتي بها إلى معاوية. هل تناسيت ما يذكره النبي صلى الله عليه وآله عن علي وعن أولاد علي؟ هل نسيت ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وآله عندما يقول: ذكر علي بن أبي طالب عباده؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم. رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. هذا هو علي،
الذي كان يستأنس به النبي. النبي صلى الله عليه وآله ما من معضلة إلا ولها من؟ علي. هكذا سيف الله الضارب وليثه في الحروب أمير المؤمنين سلام الله عليه. هل نسيت يا ابن تيمية من هو علي حتى تأتي وتكتب وتطعن وتجرح وتقدح بعلي ابن أبي طالب؟ حتى إنك تقول في منهاجك وفي مؤلفاتك حتى القتال الذي كان يقاتله علي لمن؟ يقول لنفسه، هكذا ليس طاعة الله. كان يجمع الجيوش يقول لطاعته. إذن يا ابن تيمية أنت المدافع الأول، أنت الذي سخرت كل الإمكانيات للدفاع عن معاوية بن أبي سفيان، وراح نقرأ عن معاوية ونكشف من هو معاوية ونشوف هاي الروايات عن معاوية بن أبي سفيان. ها، خلي العالم الإسلامي اليوم يطالع يشوف المصادر التاريخية زين، خلي العالم الإسلامي اليوم يشوف أهل التحقيق اللي يحققون بالصدق والعادل والإنصاف. ليش العالم الإسلامي شبيه شنو؟ نايم ورجليه بالشمس ما يدري شكو ماكو. تعالوا اقروا، تعالوا طالعوا، تعالوا شوفوا، شوفوا النواصب، شوفوا الافكار المنحرفه، الافكار الضاله. احنا حتى من نتكلم عن النواصب خاف واحد من يسمعنا. احنا لا، يعني خلي نوضح له الصوره. احنا اخواننا اهل السنه طبعا هذا المنهج الاموي ما يمثلهم، منهج ابن تيمية ما يمثلهم. خل نفصل هذا الشيء عن هذا الشيء. المنهج التيمي والأفكار التيمية أفكار ضالة منحرفة، يعني لا تمت إلى الإسلام بصلة، ميم الإسلام، وكأنما نبيهم لحالهم، إمامهم لحالهم. ونشوف كيف يقدس ابن تيمية، وتذكرنا البارحة ذكرنا الوليد وشفنا الوليد وأفعال الوليد، هذا واحد من عندهم. وشفت الوليد حتى الناس اللي خرجت على الوليد قالوا له أنت جاي تسوي بالأحكام الشرعية، أنت جاي تسوي خليفة للمسلمين، هنيئا لمن يتخذ الوليد أو يتخذ يزيد خليفة له بهكذا خليفة، شرب الخمور والفساد وغيره. لذلك الأئمة عليهم السلام وقفوا في وجه الانحرافات اللي موجودة عند السلطات الحاكمة في زمانهم. نشوف الإمام الحسن رغم قلة الناصر قلة المعين إلا إنه عليه السلام وقف في وجه السلطة الأموية والانحرافات الأموية وحاربها سلام الله عليه. كذلك من بعده الحسين والأئمة كلهم حاربوا هذه المناهج. فلذلك نحن نقول عندما يأتي مؤلف أو يأتي كاتب ويجعل من شخصية عبارة عن فساد، عبارة عن إرهاب، عبارة عن فكر قاتل، سموم قاتلة، ويجينا شو يسوي؟ يخلي بعلو النجوم، يريد يزين صورته ويحسن صورته. إذا صورة الإنسان سودة شو تريد تحسنها؟ شو تريد تخلي له حتى تحسنها؟ فلذلك معاوية سخر كل الإمكانيات للقضاء على الإمام الحسن عليه السلام. وإن شاء الله بخاتمة المجلس راح نذكر شلون انقتل الإمام بأبي وأمي، كيف دس له السم، وكيف قضى إمامنا المجتبى آخر حياته وآخر أنفاسه سلام الله تعالى عليه. والآن نحن نتكلم ما ورد عن خليفة بني أمية، خليفة التيمية، إمام التيمية،
مرشد التيمية، نبي التيمية، ولي أمر التيمية، إمام التيمية، معاوية بن أبي سفيان. ونقول لهم: هذا هو أميركم وخليفتكم وقائدكم ومرشدكم ونبيكم الذي تأخذون من، الذي تدافعون عن، الذي تأخذون فضائل علي عليه السلام وتنسبونها إليه، تأخذون فضائل أمير المؤمنين وتجون به. فلذلك فقد روي، احنا نذكر المصدر ونذكر الرواية حتى نبدأ نعلق بعض التعليقات اللي موجودة، نتوقف عدها، نتوقف عدها، نوقف ونبدأ نعلق ونكمل الرواية. لذلك هواي من أخواننا يتابعون من خلال البث المباشر. اليوم اتصل علي واحد من أخواننا، من أحد الأخوة من الناصرية، يقول لي: البارحة رواية مالت الوليد أريدها بالنص. قلت له: شو تسوي بها؟ وقريناها وانت متابعها؟ قال: لا، شوية صار عندي سوء فهم إلها، من بديت تشرح كأنما شلون ضيعت المفردات مالت الرواية. ها، جزاه الله خير. فإحنا إخواننا اللي يتابعون نقول لهم: لا، إحنا من نتوقف ونكمل، طبعا نعلق بعض التعليقات، نرجع نكمل الرواية، يعني خلي الإنسان يبقى متابع ويانا. وهذا المصدر إحنا نذكر الرواية، يرجع إلى مصدرها ويرجع وين موجودة، نقول له ونقول له: هاي الروايات اللي موجودة. ها، حتى ما ينحسب علينا اشكال، يقول يجيب ويصفط من يمه مثلا. ها، هاي الروايات ما إلها أساس، هاي الروايات ما إلها وجود، نقول له: لا يا با، شلون ما لها وجود؟ ارجع إلى المصادر تلقى الرواية موجودة، حتى بعد إذا لقيتها موجودة والله وكيلك، لو واحد يتكلم هذا الكلام، الفضائيات اللي المأجورة موجودة، رأسا تأخذ الفيديو، شو تسوي؟ تقول: شوف هذول شو يتكلمون. بس ما يقدر. ليش ما يقدر؟ لأن موجود مصدر وموجود تسلسل وتأريخ إلى الرواية. شو يريد يقول لك بعد؟ يقول لك هذا الشيء ما موجود؟ لا حبيبي، موجود هذا الشيء. فلذلك هذه الرواية: فقد روي المقري في نفع الطيب نقلا عن كتاب التكملة لابن الآبار بسنده عن أبي عبيد القاسم ابن خلف الجبيري الفقيد الطرطوشي قال: نزل القاضي منذر، نزل القاضي منذر ابن سعيد على أبي بطرطوشة وهو يومئذ يتولى القضاء في الثغور الشرقية، فأنزله أبي في بيته. واحد عادي ماكو إشكال، يجي ضيف، يجي صاحب حاجة، يجي واحد يريد يشوفك وين الضيفة، أكيد يكون في البيت، يحضر في البيت، يجلس في البيت. وإحنا شايفين خصوصا إذا أكو مكتبة موجودة عندنا، اللي يجيك ضيف شو يسوي؟ تجعينا على المكتبة ويظل يطالع ما موجود من مصادر. ها، يطالع من مصادر، يصفح بعض المصادر، يقلب بعض الأوراق في المصادر. فهذا السوى القاضي، فأنزله أبي في بيته الذي يسكنه، فكان إذا تفرغ نظر في كتب أبي، فمر على يديه كتاب. شنو هذا الكتاب اللي مر عليه؟ كتاب أرجوزة عبد ربه، يذكر فيه الخلفاء ويجعل، اتنبه لزين، قبل قليل قلنا النهج الأموي، النهج التيمي، النهج الداعشي، النهج التكفيري، النهج الذي أباح الدماء، أباح الأعراض، أباح الأموال، ما خلى شيء ما سلبه، ما خلى شيء ما نهبه. شنو هذا النهج؟ إلى اليوم يدافع عن خليفة بني أمية الذي يكون تسلسله، قلنا يا تسلسل الرابع. ها، سوى هذا في المصدر في أرجوزة عبد ربه، يذكر فيه الخلفاء
ويجعل معاوية أي تسلسل الرابع، يجعل معاوية رابعهم ولم يذكر عليا عليه السلام. يعني شنو موقع أمير المؤمنين؟ وين خلاه؟ علي مو موقع رابع لو لا بالخلافة سرد نتنزل ماكو إشكال، مو يجي تسلسل رابع كل المسلمين يجمعون على هذا الشيء لو لا. زين وين خلى موقع أمير المؤمنين هنا؟ ذكر علي بن أبي طالب لو ما ذكر علي؟ أنا راح أعيد لك الرواية حتى تصير الصورة واضحة عند المستمع. زين وين موقع أمير المؤمنين؟ وين أحاديث النبي بحق علي عليه السلام الذي يقول علي اللهم والي من وعادي من؟ زين هاي ما مرت عليكم؟ ما شفتوها؟ ما طلعتوا عليها؟ زين بيعة الغدير اللي موجودة في كل المصادر الإسلامية كلها تروي بيعة الغدير، وكيف قالوا له بخ بخ لك يا علي لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هسه خلي له فد موقع، خليت معاوية رابع، جبت معاوية وخليتها رابع، خلي موقع العلي. هذا اللي دافع عن الإسلام ما أقام الإسلام إلا بسيفه علي بن أبي طالب عليه السلام. خلي له فد موقع، نفيته من الوجود كأنما ليس له وجود. فلذلك نكمل الرواية حتى أرجع إلى قراءتها مرة أخرى حتى تكون الصورة واضحة لدى المستمع. ولم يذكر عليا عليه السلام فيهم، ثم وصل بذكر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرحمن بن محمد، فلما رأى إش رأى؟ إش شاف؟ إش لقى بالرواية؟ فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربه. غضب كما قلنا قبل قليل لم يجعل موقع علي بن أبي طالب عليه السلام، لم يجعل له ذكر مع الخلفاء اللي يذكرهم، ما خلى شيء له، يجعل معاوية رابعهم. نوبيجي السلسل القارئ غضب، قال يعني هاي ما معناته مهزلة هاي الكتب اللي موجودة هاي المصادر، هاي مهزلة إذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما موجود كيف يكون؟ فلذلك نعيد قراءة الرواية بفقد فقد روي المقري في نفع الطيب نقلا عن كتاب التكملة لابن الآبار بسنده عن أبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري الفقيد الطرطوشي قال نزل القاضي منذر بن سعيد على أبي بطرطوشة وهو يومئذ يتولى القضاء في الثغور الشرقية، فأنزله أبي في بيته الذي يسكنه، فكان إذا تفرغ نظر في كتب أبي، فمر على يديه كتاب أرجوزة عبد ربه يذكر فيه الخلفاء. هذا الكتاب قلنا يذكر فيه الخلفاء 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 هكذا، يذكر فيه الخلفاء ويجعل معاوية رابعهم ولم يذكر عليا عليه السلام فيهم، ثم وصل بذكر الخلفاء من بني مروان إلى عبد الرحمن بن محمد، فلما رأى ذلك منذر، قلنا ماذا عمل منذر عندما رأى هذه المهزلة اللي موجودة في المصادر؟ عندما يرى هؤلاء الخلفاء ولم يذكر عليا عليه السلام ماذا صنع منذر؟ غضب، غضب وسب ابن عبد ربه. هم يجينا واحد ويحتج يقول الشتمون السبون الطعنون، هاي مصادر موجودة جاي تذكر، مو احنا اللي ذكرنا، ما جبنا شيء من جيبنا وحطيناه، ما جبنا شيء من عندنا وقلنا هاي علي بن أبي طالب ما إلى وجود بالخلفاء.
علي بن أبي طالب ما إلى ذكره بالخلفاء. هو هذا المرض اللي موجود عند التيمية وابن تيمية، هو هذا البغض، هذا العداء اللي موجود على خليفة المسلمين وإمام المتقين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف أنت هاي القضايا كيف موجودة، وشوف هاي الأمور كيف موجودة، وتجي الأقلام تسخر كيف تدافع عن الأفكار الأموية. الفكر الأموي ليس في ذلك الزمان فقط، إلى يومنا هذا في كل زمان من يمثل الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، بالمقابل ماذا يوجد؟ يزيد بن معاوية. في كل زمان علي عليه السلام يمثل الحق، بالمقابل ماذا يوجد؟ معاوية. دائما الحق والباطل خطين طريقين نهجين موجودات، علي موجود، معاوية موجود، الحسين موجود، يزيد موجود، المهدي سلام الله عليه موجود. مقابيل الانحراف، من يمثل الانحراف، من يمثل الفساد، من يمثل التضليل على القضية المهدوية وعلى الحق أيضا موجود. نفس القضية، المهدي ما يريد بس دعاء، يقعد يدعو والله يخلص صلاته بس عجل لوليك الفرج، وبالقلب ماذا؟ حتى ما يريد ظهور للمهدي، مجرد ماذا؟ لقلقة لسان كما يقول الحسين سلام الله عليه، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإن غربلوا أو محصوا بالبلاء قلل ديانون. يقول مجرد كلام، مجرد فقط لهجة لسان، فقط كلام، لا يوجد تطبيق واقعي. لذلك الحسين عليه السلام كان يمثل خلافة الرسول صلى الله عليه وآله، وشوف الخطوط اللي موجودة ضد الحسين ماذا تعمل ضد الحسين. احنا من نقول مثلا عبيد الله بن زياد، خلنا نطلع شوي عن البحث حتى نرجع نكمل، من نقول عبيد الله بن زياد، من نقول شبث بن ربعي، ذولا كانوا فقهاء. شبث كان صاحب فتوى، أول من عقد الرايات على قتال الحسين وخرج بأربعة آلاف راية لقتال الحسين، كان إمام جماعة في يصلي، تأتم خلفه الناس، تأخذ منه الناس، تسمع منه الناس، وخرج على قتال الحسين وغير اللي خرجوا على قتال الحسين سلام الله تعالى عليه. لذلك نذكر عن الخليفة الرابع الذي يجعلونه النهج الأموي، يجعله ابن تيمية، يجعله الفكر التيمي، الدواعش، التكبير، ماذا يجعلون؟ معاوية رابعا لهم، هذا نهجهم. لنأخذ أيضا هذه الرواية لنتعرف على سيرة الخليفة الرابع الذي يجعله ابن تيمية، تجعله المناهج الأموية. في العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي عن الأصمع قال: كان معاوية شبي معاوية شي سوى معاوية كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر سماع الغناء، ما يقبل. احنا شلون عدنا باللهجة نقول يعيبه؟ تجي شلون نقول يستنقص من، يستهزئ به، لا يقبل من، ها؟ فهو معاوية
يعيب على عبد الله بن جعفر، يعب بمعنى يرفض عمله، لا يقبل عمله، لا يريد عمله. لماذا؟ لأن عبد الله بن جعفر يسمع الغناء، فعبد الله بن جعفر سماع الغناء، فأقبل معاوية عاما من ذلك حاجا، فنزل المدينة فمر بدار عبد الله بن جعفر فسمع عنده غناء على أوتار، فوقف ساعة، وقف ساعة، ماذا وقف؟ ماذا يريد من الوقوف الخليفة الرابع؟ ماذا كان في ذهنه؟ هسه واحد وقف ساعة، شو عندك؟ شو تريد؟ غير تريد تسمع لو ما تريد تسمع؟ هسه حب الرواية ساعة، أما هي الفترة الزمنية شقد وقف؟ ساعتين، ثلاثة إذا نجع الوقت، خذ نص النهار، يوم كامل، وقف ساعة يستمع الغناء، يسمع عنده غناء على أوتار، فوقف ساعة وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله. ياهو اللي سمع معاوية، وين سمع الغناء؟ في دار عبد الله بن جعفر. إجا معاوية حاجة، نزل المدينة، وقف على دار عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر كانت الدار شبيه غنى. هسه لو مسويها مثل موقف بشر الحافي، ها لو مسويها واقف استغفر الله استغفر الله، وانت تسمع تستمع واقف، عجيب والله عجيب. انا من اذكر لك الروايات نفسها موجوده اليوم حتى مجتمعنا، ها احنا لا نبتعد بس لهناك، خلي افكارنا يقدر الانسان يطبق حتى هاي الروايه بمجتمع موجود، على مستوى ينصب نفسه قائدا وأشبه بالخليفة وغيره، وشوف الأفكار، أفكار عجيبة، أفكار تعتبر كارثة إلى المجتمع. فنكمل الرواية، نبتدئ بها حتى نكمل ما وصلنا إليه، لا أريد الإطالة عليك. في العقد الفريد ابن عبد رب الأندلسي عن الأصمعي قال: كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر سماع الغناء، فأقبل معاوية عاما من ذلك حاجا، فنزل المدينة فمر بدار عبد الله بن جعفر فسمع عنده غناء على أوتار، فوقف ساعة يستمع وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله. فلما انصرف آخر الليل مر بداره أيضا، فإذا عبد الله، هسه من الساعة شكو قلنا قبل شوية غناء، أحسنت، هسه عبد الله بن جعفر إيش راح يصير؟ يصير متدين ملتزم، صلاة وعبادة وطاعة. فمر، فلما انصرف من آخر الليل مر بداره أيضا، فإذا عبد الله قائم يصلي قائما يصلي، فوقف يسمع قراءته فقال، يا هو معاوية إيش قال من ساعة استغفر الله سماع الغناء، عندما يسمع الغناء هسه سمع أكو دعاء أكو صلاة أكو طاعة في البيت، فمعاوية أيضا يقف ماذا؟ يستمع. لكن هذه المرة ماذا يقول معاوية؟ فقال الحمد لله، ثم نهض وهو يقول، يذكر هذا النص القرآني، هذه الآية القرآنية من سورة التوبة الآية 102: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فلما بلغ ابن جعفر ذلك، وصل الخبر لمن؟ إلى ابن جعفر. هسه ابن جعفر ايش راح يسوي؟ ايش يريد يسوي المعاوية؟ يدعي على وليمة، ها يجيبه حضره الى وليمة، لكن عبد الله بن جعفر عنده غاية يريد يوصلها اليه. فلما بلغ
ابن جعفر ذلك أعد له طعاما ودعاه إلى منزله وأحضر ابن صياد المغني، ثم تقدم إليه يقول: إذا رأيت معاوية واضعا يده في الطعام شو تسوي أيها المغني؟ يا ابن صياد ماذا تعمل إذا تشوف معاوية واضع يده بالطعام ويريد يأكل؟ ماذا تصنع؟ واضعا يده في الطعام فحرك أوتارك وغن. فلما وضع معاوية يده في الطعام سوى ابن صياد، حرك ابن صياد أوتاره وغنى بشعر عدي بن زيد، وكان معاوية يعجب به، يعجب بهذا الشعر. يا لبينا، هكذا يقول هذا الشعر: يا لبينا أوقد النار إن من تهوين قد حارة. معاوية اندمج ويا هاي الأبيات حتى رفع إيده عن الطعام، بعد مو يم الأكل، أصبحت الأفكار يم الغناء، يم اللحن، يم هذه الأبيات التي يغني بها ابن الصياد: يا لبينا أوقد النار إن من تهوين قد حارة، رب نار بت أرمقها تقضم الهندية والغارة، ولها ظبي يؤججها عاقد في الخضر الزنارة. سوى معاوية بن أبي سفيان عندما سمع هذه الأبيات، قال: فأعجب معاوية غناؤه حتى قبض يده عن الطعام وجعل هسه ما رفع رجله، هو لو بس رفع بس ما رفع ايده فقط عن الطعام، رفع الايد عن الطعام. وبعد شايف الانسان مرات اذا يطرب ويا الغناء، كلكم شايفينها سياره مرات يصعد بها الانسان يشوف السائق اذا يستمع للغناء ومنطرب يظل يهز براسه ويظل مندمج حتى ما يدري بيك ايش تحكي وش تقول. وهسه الموديلات الجديده اللي موجوده يخلي الهيدفون في اذنه ويمشي بالشارع ويستمع للغناء حتى ما يدري. موجود عندنا بالمجتمع لو ما موجود عندنا بالمجتمع؟ موجود عندنا بالمجتمع. معاويه هم ما قصر، سمع ابن صياد يغني ويعزف عليه انعجب به، ماذا عمل معاوية؟ أضرب عن الطعام، رفع يده عن الطعام حتى قبض يده عن الطعام وجعل يضرب برجله. بمن يضرب رجله؟ الأرض. يعني هاي علامة على أنه ماذا؟ معاوية اندمج ويا الغناء لو ما اندمج ويا الغناء؟ أخذ الغناء يسري في دمه ولحمه لو لا؟ تعبير هن يقولون عاش بعالم ثاني، انتقل إلى عالم ثاني، راح ويا ابن صياد عاش. قال: فأعجب معاوية غناؤه حتى قبض يده عن الطعام وجعل يضرب برجله الأرض طربا، انطرب كما قلنا. فقال له عبد الله بن جعفر، اتنبه لزين يلي تسمعني في الخارج وتتابع وياي الرواية، عبد الله بن جعفر ماذا يقول لمعاوية؟ ماذا يريد من معاوية؟ ما لديه من سؤال إلى معاوية؟ فقال له عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنما هو مختار الشعر يركب عليه مختار الألحان، فهل ترى بأسا؟ يسأله. قال معاوية يجاوبه إلى عبد الله بن جعفر، ماذا يقول له؟ قال: لا بأس، بحكمة الشعر مع حكمة الألحان، ماكو إشكال، لا بأس. شنو الإشكال؟ بحكمة الشعر مع حكمة الألحان.
ماكو شيء. وذكر أيضا إن معاوية طرب طربا شديدا وجعل يحرك رجله في العقد الفريد الجزء السابع. يذكر الخليفة الرابع، خلنا نتكلم شوية الدواعش حتى نختم مجلسنا، نقل الدواعش، نقل التكفير، نقل المناهج الأموية، نقلهم إمامكم خليفتكم الرابع أخذه الطرب عندما حضر عند عبد الله بن جعفر، وابن جعفر هم ما قصر له، جاب له المغني بن صياد وقال له دعزف له وأطربه ها وغني له، بس يمتى قال له مني يضع يده في الطعام. لذلك عندما وضع يده في الطعام أخذ المغني يغني له حتى رفع يده عن الطعام، قبض عن الطعام ويستمع إليه، حتى كما يقول في العقد الفريد أخذ معاوية يضرب برجله. هذا هو الذي دس السم إلى الحسن بن علي سلام الله عليه، إلى أشرف الخلق وسيد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أمي فاطمة، بعد علي، ويقتل خيار الأرض، سادة الخلق، قادة الخلق، أئمة الخلق، أزكى وأطهر الخلق، يقتل إمامنا الحسن سلام الله عليه. عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين، يا شيعة الحسن، أنت المعزى سيدي يا صاحب الزمان بهذه المصائب. هسه خلونا ننتقل هاي الدقائق مع الإمام الحسن عليه السلام، مع مصائب آل الرسول، وخلونا نعز الإمام الحج عجل الله فرجه، هو المعزى سيدي بهذه المصائب بهذه الآلام. إمامنا الحسن عندما دس إليه عن طريق زوجته انطت قدح من اللبن كان مسموما فشربه الإمام سلام الله عليه، فأخذ هذا اللبن يقطع في أحشاء الإمام سلام الله تعالى عليه. يقول الرواة حتى إن إمامنا أخذ يتقيأ من شدة السم، قطع دم متجمد. شايفين اكو بهم يقول لك الامام تقيأ كبده، عجيب كيف تقيأ الامام الكبد، انما الامام تقيأ قطع دم متجمد. وكان يم جالس الحسين سلام الله عليه، الامام الحسين عندما راى حال الامام بكى، قال اخي ابا عبد الله ما يبكيك، شنو سبب البكاء؟ قال يا اخي إنما أبكي على ما يمر عليك. قال يا أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. قال المصيبة مصيبتك وإحنا نعيش بأيام مصيبة الحسين. قال المصيبة يمك، ليش؟ قال أما أنا فتبكي علي من قطع دم متجمدة، كيف بك إذا خرج عليك 30,000 خارجي كلهم يدعون من أمة جدنا رسول الله، بينما الإمام الحسن والحسين بهذا الحال، وإذا بالباب تطرق، من الطارق؟ قال إمامنا الحسين من خلف الباب؟ قالت أنا زينب يا أبا عبد الله، جئت لزيارة أخي الحسن. دقل أخويا أنا الفاك دمي وبين، والله وبيي وانا الجاي اتعاد
خاف الخير والله خافا يا حسين يزول فين. قال مولانا الحسن أبا عبد الله نحطشت عني أن لا تراه زين. يقول أخو يا حسين الشيلة لطشت عني والله عني خويا يا أبو السجادة خواتك جني والله جني يردن يشب عن الشوف مني. دق الأخو أنا اللي شفت ناري والله أنا يا رخي أمنا ونار دار أمي الحسين والله وأنا اللي شفت طشتين والله طشت براس حسين والثاني بجبد الحزن. لذلك أقول سيدي يا أبا محمد بيت الدعاء حتى نسألكم الدعاء. أقول سيدي يا أبا محمد لا يومك يومك يا أبا عبد الله. نعم ماذا جرى على الحسين؟ ماذا فعلوا بالحسين عليه السلام؟ دق لأخويا دوريت دوريت أنا طلعت الوليلة ودوريت والله لقيت مذبوح ابن أم لقيت والله عاتبيت عاتبيت خويا المثلك شلون يعوف بيت يا والله ولاه يا لتاه الثنيت. عادنا جلست عند جسد الحسين جلست الأطفال جلست الأيتام لكن بأي حال سيدي يا صاحب الزمان أنت المعزى للإمام هذا البيت للإمام الحجة حتى نختم به دعائنا وعدنا حوائج وعدنا مرضى وعدنا أمور كثيرة الليلة. أريد منك تون وياه شو تقول للإمام؟ تقول على مراعي الثار ما يظهر علام الله الله والله على يا ما وينشر لليتانون والله على من سبمتون زينب علام والله على ما وينشر لليتانون علام والله نسبمتون زينب علام بضرب صياط زجر وجوم يرمي. لا حول ولا قوة إلا بالله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله كنا عندنا حوائج وعدنا مرضى وعدنا من أخواننا مغيبين عنا عدنا مهجرين خارج البلد ذولا كلهم يحتاجون للدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه
إلهي وسيدي ومولاي بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم عجل وليك الفرج، اجعلنا من شيعته وأعوانه والراضين بفعله والمستشهدين تحت لوائه، اللهم واحفظ نائبه بالصدق والحق يا الله، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحت بحفظك الذي حفظت به محمد صلى الله عليه وآله. إلهي وسيدي، بحق باب الحوائج موسى الكاظم، من كان طالبا لحاجة اللهم اقضيها له بحقه يا الله. اللهم عافي وشافي كل مريض بمريض كربلاء، زين العابدين، أخوان الحاضرين، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية. اللهم فرج عن إخواننا المغيبين يا الله يا الله يا الله. اللهم اجمع أهل العراق مع أحبتهم وفرج عن بلدنا يا الله، واحفظ العراق وأهل العراق، وابعد عنا شر الدواعش والتكفيريين يا الله. إلى أمواتكم وموت السامعين والقائمين بهذا المجلس، وإلى شهداء المبدأ والعقيدة، وإلى السيد الجليل عبد الرضا الصرخي الحسني، وإلى أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. الله